أخ عبد الله كان يسأل عن إنكار بعض علماء النفس للسحر والعين وما إلى ذلك، لعلهم مصابون فلذلك خفي عليه. هذا مسوء الظن يا مولانا الشيخ. لا ليس مسوء الظن إن شاء الله، لأن الإنسان الذي ينكر الحقائق معناه أنه قد لبس عليه، فالسحر ما يستطيع أحد أن ينكره بعد أن أخبر أثبته الله في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون ومن ذلك العين، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، فمن أنكر أنها حق وهو يعرف هذا الحديث ويعرف صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمانه أصلا لعل يكثرون يعني المبالغة فيها وتوهم مبالغة هذا بالنسبة للتجاوز والخرافة والعيش معها، هذه نحن ننكرها أيضا. ليست من أو ينكرون مثلا مسألة تلبس الجن بالإنسان ودخوله فيه، لأنه هذا أمر عادي جدا، ليس هو ليس إنكارا للجن ولا لإصابة الإنس بهم ولا لحصول الجنون، يعني خلاف. لكن من أنكر الجنون فهو مجنون، ومن أنكر أصل العين قال أن الجنون محذوف اليوم من قاموس علم النفس الحديث. لا هذا غير صحيح، الجنون موجود، ومن يعرف الحقائق يقر به.